أوصاني بنساء الخير، أوصيكن أوصيكم بنساء الخير، واجعلوا الخير كله في كل خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الجمعة فعلا ذكرت أن هذا الموضوع ديال المساواة بين الجنسين ثابتا وحاضرا في هذه الملتقيات والدراسات. إلا أن استعماله يكون متغيرا، لأن يوم مع التطور مع هذا التغير مع هذا الشيء اللي غادي يفهمه المستقبل نتيجة هذه المكتسبة اللي حققتها المطار اليوم خصنا نكونوا صرح فعلا ونعترفوا بالمكانة الحقيقية ديالها وشنو ممكن بانتبهوا على المكانة ديالها شنو تكون هي كمحرك ديناني كرافعة للتحول الاقتصادي والتحول الاجتماعي. المرأة إن المرأة أمة، كاين شي وحدين يقولوا المرأة هي تراجع الأرض، المرأة أمة، أعددتها أعددت شعبها. اليوم حنا هذا اللقاء هذا ما نوفيكمش الحق ديالكم، ما نعطيكمش اللي ممكن تعطيكم هذه الدولة وخصنا نردو اليوم أنتم شقائق الرجال بالوش وأنتم أقوى من الرجال، أنتم أقوى من الرجال. علاش؟ أنا نقول في مثال بسيط، الرجل دير له عشرة دقائق في كرشو شد عليها بإزار وكل من يعيش عليها 5 أيام ديالها ما يقدرش الله يكرمك باش تعرفوا المكانة ديالكم. اليوم إذا كانت المساواة بين الجنسين تقع في الإنسان وقيم الأمم المتحدة فينا في فريق التجمع الوطني العرب، نعتبر أن موضوع المساواة والنوع الاجتماعي يعتبر طبعا ورشة ملكية الامتياز، ونفتخر بما تحقق من اعتلاء صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وعياله من مكتسبات مهمة فيما يتعلق بقضايا المرأة، كما شكل الاهتمام بحقوقها أولوية وطنية في اتجاه تحصينها من كل أشكال التمييز والاستغلال، حيث أطلقت المملكة مجموعة من المنجزات والإصلاحات الشرعية والمؤسساتية من أجل تعزيز التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنساء من منطلق تدريس الحقوق الإنسانية في المنطقة المغربية. وما أدراكم المنطقة المغربية، تشبعنا جميعا الهوية ديالنا ثمرت ديالنا، واليوم تضافرت الجهود ديالنا ومع كل والله سنكون نتيجة، والله تعالى نعطي النتيجة تاعنا أجر قصير كما قال السيد الرئيس ولا السيد الرئيس رئيس الحكومة المني، راح شفنا المثال في المرأة النائبة البرلمانية السيدة النائبة البرلمانية عندنا كيف يحضر وكيف يتعرف وكيف يجتهد وكيفاش يتطور. النائب البرلماني اللي حضر النهار الأولاني ماشي هي دابا تطورنا بشكل متميز، وهذا هو اللي خصنا نستحضره اليوم واللي نتمنى أن هاد التوصيات في هذا الدراسة اليوم أننا نتمكنوا تملكها ونترافعوا عليها ونكونوا بجانبهن فعلا من أجل التمكين للمرأة المغربية، والمرأة المغربية المقاولة مع عمرها خسرت. اليوم الإحصائية المرأة المغربية المقاولة دائما في تطور، واللي كتجتهد كتبين أنها اجتهدت، وهذا الشيء اللي بغيناه وحنا معكم وبكل شكرا. يزيد على قضية أهمية النساء في البرلمان، هو ماشي في المداخلة ديالهم، أكثرهن حضورا وانضباطا داخل الرجال وفي الاستطلاع. أكثرهم كاين شي من النساء البرلمانيات متغيبة، ماشي بحال نحن. إذا كانت مباشرة إلى إلى السيدة رئيسة الجمعية المهنية للمقاولة النسائية، إذا الكلمة لك. السيدة رئيسة في هذه المسابقة.
يكون وضعي شديد المناصر.